ايه اللي حصل في البنك التجاري الدولي السي اي بي؟ فجأة العملاء فوجئوا ان بعض الخدمات الالكترونيه ما بتشتغلش لما راحوا الفروع للسيستم وقع. ايه اللي حصل في البنك؟ البنك ازاي تعامل مع المشكله؟ هل المشكله دي مشكله وقوع السيستم وقوع الخدمات الالكترونيه هل ممكن تتكرر في بنوك اخرى او في البنك التجاري الدولي؟ كل ده هنتكلم عنه في الحلقه دي. تعالوا معانا، ما تنسوش تشتركوا وتشاركوا الاصدقاء وتفعلوا خاصيه الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دي قناة صباح البنوك. بعض عملاء البنك التجاري الدولي السي اي بي تواصلوا معايا سواء برسالة نصية او برسالة صوتية او ببعض الروابط على السوشيال ميديا، كلها بتتكلم حوالين خدمات الالكترونية انهارت والسيستم وقع. طبعا البعض تعامل مع الموضوع على انها حالة طارئة، البعض هول من الموضوع، وطبعا لما تقرا بعض التعليقات كده تحس ان الدنيا اصبحت خراب. طيب ايه اللي حصل في البنك التجاري الدولي؟ اللي حصل ان البنك التجاري الدولي اثناء ما بيحدث البنيه التحتيه بتاعته، طب ليه بيحدثها؟ علشان بيطبق احدث نظام بتطبقه البنوك العالميه، حصلت بعض المشاكل التقنيه. وده وارد، وارد يحدث اثناء ما انت بتطبق نظام جديد ان السيستم لا يستجيب بشكل سريع للنظام الجديد، وبالتالي تحدث بعض المشاكل اللي خارجه عن نطاق البنك. طبعا البنك مش عايز يبقى عنده مشاكل لا في وقوع السيستم، ولا تبص تلاقي المحفظه بتاعتك مش عارف تتعامل عليها وتعمل تحويلات، تروح ماكينات الصراف الآلي ما تعرفش تصرف، تستخدم الانترنت البنكي تلاقي فيه مشكلة. طبعا المشكلة دي زي ما وضحنا لحضراتكم هي ناتجة عن ان البنك بيطبق نظام جديد. والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الاستاذ حسين أباظة طلع في بيان صحفي واكد ان البنك اثناء ما بيحدث البنية التكنولوجية بتاعته لتطبيق احدث الانظمه اللي موجوده في البنوك العالميه حصلت بعض المشكلات التقنيه، وده اثر بالسلب على فعاليه بعض الخدمات الالكترونيه الى جانب بعض الاعمال التقنيه الفروع. وده معناه ايه؟ معناه نتج عنه بعض المشاكل زي وقوع السيستم اللي احنا بنسميه في الفروع، زي انك انت مش عارف تعمل تحويلات، زي انك انت مش عارف تستخدم الانترنت البنكي او الموبايل البنكي او المحفظة الالكترونية. واعتذر الرئيس التنفيذي للبنك بشدة لعملاء البنك، طبعا ده اجراء حميد، وقال ان ده نتيجة لخلل تقني، واكد في نهاية بيانه ان البنك التجاري الدولي بيطبق احدث الانظمة لجودة الخدمات اللي بيقدمها للعملاء، واشار الى قوة وصلابة القطاع المصرفي. ده بيان من البنك. طيب هل المشكلة دي ممكن تتكرر في البنك التجاري الدولي او في بنوك اخرى؟ المشكلة دي ممكن تتكرر في بنوك اخرى. البنوك حاليا في مرحلة التحول الرقمي، بتقدم خدمات كتيرة عن طريق الرقمنة. الرقمنة دي ان احنا بنتحول، ان احنا نستخدم الانترنت، نستخدم الموبايل البنكي، المحفظة الالكترونية، نستخدم ماكينات الصراف الآلي. كل دي امور انت تقدر تستخدمها من مكانك بدل ما بتروح الفرع وتقف طابور وتنتظر دورك وتخش على الموظف البنك. انت اول ما بتخش البنك بتلاقي الاستقبال بيقدم لك خدمات، وبعد كده بتلاقي موظف خدمة العملاء بيقدم لك خدمات، وتلاقي التيلر او الخزنة بيقدم لك خدمات، كل واحد ليه متخصص في خدمات معينة. دول بس اللي حضرتك بتشوفهم، لكن وراء الموظفين اللي حضرتك بتشوفهم دي في كتيبة من الموظفين الموجودين، كل واحد في مجال تخصصه. من ضمن التخصصات الموجودة هو موضوع قطاع تكنولوجيا المعلومات أو الاي تي الموجود داخل البنوك والأمن السيبراني. كل ده هدفه الأساسي هو حماية أموال المودعين وتطبيق أحدث الأنظمة الحديثة على المستوى العالمي، بحيث أن النظام يقدر يقدم كل خدمات ومنتجات لكل عملائه عبر الإنترنت أو وسائل الرقمنة المختلفة اللي ذكرناها. فوارد خلال الفترة القادمة نشوف حاجات زي كده في بعض البنوك، رايحين لفرع بنك فنلاقي أن السيستم
واقع، بنستخدم ماكينات الصراف الآلي فنلاقي السيستم واقع، بنستخدم المحفظة الإلكترونية فنلاقي السيستم واقع، فده وارد يحدث، وده في ظل عملية التحديث اللي بتتم داخل البنوك والتطوير. السؤال، هل فلوسنا ممكن تتأثر بالموضوعات دي؟ لا، فلوسنا مش هتتأثر بموضوع تحديث الأنظمة أو تغيير أنظمة جديدة. البنوك بتاخد كل احتياطاتها في الموضوع ده. البنوك بتخزن بيانات العملاء مش في مكان واحد، بتخزنه في اكتر من مكان، بحيث لو حصلت مشكلة في مكان اقدر استرجع البيانات بتاعتي من مكان اخر، ودي بتبقى متوزعة على مستوى الجمهورية وفي اماكن محددة، وده للمحافظة على كل بيانات العملاء وسرية حسابات العملاء ومنع اي هاكرز على البنك من الخارج. طبعا نقدر نشبهه اكتر من معركة، هي دي معركة بالفعل، ومعركة دايمة ومستديمة وهتظل، يعني محدش هيقول لك ده بكرة مش، لا ده هتظل، لان في هاكرز عاوز يخش داخل البنك ويخرب داخل البنك، وفي موظفين قاعدين مخصوص يمنعوا الهاكر دوا، في انظمة حديثة بتمنع الهاكرز دوا، كل ده لحماية وسلامة أموال المودعين، فمفيش خطر على أموال المودعين نتيجة لتحديث الأنظمة داخل البنوك. في النهاية البنك التجاري الدولي كان بيعمل تحديثات للبنية التكنولوجية لتطبيق أحدث الأنظمة العالمية، وأثناء ما بيطبق النظام الجديد واجهته مشكلات تقنية أدت إلى عدم الاستجابة السريع، وده طبعا حصل معاه مشكلات أخرى أثرت على المعاملات والمدفوعات الإلكترونية، انترنت بانكي، موبايل بانكي، المحفظة الإلكترونية، السيستم داخل الفروع توقف، ودي كانت المشكلة، وتم إزالة المشكلة بناء على تصريح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك. نشكركم، ما تنسوش تشتركوا وتشاركوا الأصدقاء وتفعلوا خاصية الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريت حضراتكم تبصوا بصة كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. كبيرة جدا في عملية التضخم، فلو التضخم ارتفع بشكل كبير جدا، بصينا لقيناه مثلا 12 و13 و14، هنا ممكن البنك المركزي يحرك اسعار الفايدة. وامتى ينخفض؟ ينخفض لو معدلات التضخم انخفضت. احنا حاليا بنتكلم في معدلات تضخم 5.6%، وهي كانت قبل كده 6.3%، ده التضخم السنوي.